إذا لم يجد فلا أنفقه. فالنفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى ما عند العبد، ولهذا قلنا لها النفقة، إلا أنه عند العبد لا يأثم، وعند القدرة إذا امتنع يأثم. أما هذه فلا، هذه ما يجب على ولا يطالب به إلا إذا كان قادرا على الإنفاق. وكيف يكون قادرا على الإنفاق؟ بمعنى أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته، وهي مقدمة على أقاربه، الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا. وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفس، إذ أنها إذا لم تجد النفقة تطالب بالفصل وهو محتاج إليه. فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفس. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنفقه على أهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا، يعني تصدق به. فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرط في النفقة على الأقارب. ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفايته شباب وكفاية أهله، يعني زوجته أو زوجاته إن تعددت. ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب.